بدي توقف مع الست نيلة معوض. أهلا وسهلا فيك بريزيدانت. لك التقدير ست نيلة، يعني تأتينا من عمل صحافي بارز، كنت أول سيدة عزباء تخوضين العمل الصحافي يوما. تتذكري وقتها شو كان وقع هذا الموضوع على المجتمع البيروتي ومجتمع بشري آنذاك؟ على مش لازم تذكر على ممثل بشري. لا بعرف قديشك لطيف ومزوق من وقت لوقت. تقول لك شغلة، كان ممثل مجتمع بشري الشيخ نجيب سلخوري قايم القيامة علي. ليه؟ وكل انه كيف انت صحفيه بدون ما تاخذي اذن مني، وكل ببيروت انه انت حقيقه كنت اول بنت، يعني تنقول نعم بالعمل الصحافي، انه بدك تنتظري الناس، بدك تركضي وراهم، شو جبرك الله وما بتعود. شو كان جبري؟ قناعتي. بشو؟ انه كنت عم بدرس، كنت بالجامعة، كانت الدروس بعد الظهر. نعم. وبلشنا شيء بقهوة قبل الظهر وشيء بشاي قبل الظهر، جرت كنت جاي عم بلاقي اشتغل. شو بتعتقدي ساعدتك هالتجربة بالصحافة إلى أنك تنتقلي مرحلة ثانية إلى اتخاذ قرارات أساسية وحاسمة بحياتي مع روني معوض النائب، مع روني معوض رئيس 17 يوم، وبعد منا استمرار فتح هذا البيت السياسي؟ أكيد إنه الصحافة كانت خبرة فظيعة، بتعلمك، وما في لزوم لك لقلك قديش الواحد بده ينتبه لكل شغلة، بده يكون قريب للناس، بده يشوف شو مطالبهم، بده يخترع المواضيع يلي ممكن تجلب اهتمامهم. وتعلمت اشتغل، كنا بعائلة بالأوريون، وتعلمت اشتغل مع فريق عمل، ما كنت أبدا انفرد بقراري رغم يلي صيتي بعدين. صيتك بعدين تفرد بالقرار؟ ايه. بتحبي هذا الدور عند الامرأة انها تتفرد بقرارها؟ لا بحب، ايه لا بدها تاخذ قرار. لا طلعت كلمة الحق سبقت. لا تقلك شو، لا بدها تاخذ قرار، بس القرار وقت اللي بدها تاخده بدها تعرف تستشير وتشوف الفرقاء اللي حواليها يلي بدهم ينصحوها، وبيكون نوع من بسموه بالانجليزي برين ستورمينج، بس نعم. بعدين القرار طبعا هي بدها تاخده لوحدها. روني معوض النائب، يعني هل كان صعب انك تكوني صحفيه عايشه ببيروت، انك تدخلي على الناس، تبقي فاتحه هذا البيت السياسي، تتحملي الناس وضغوطها ومشاكلها وهواجسها، هل كان هيدا متمم لعملك الصحافي؟ لا، هيدا اكثر كان متمم بطريقه يلي نحن عشنا فيها بالبيت، وكان في دائما ناس من بشري عنا بالبيت، لانه انت جاي من بيت سياسي. نعم اكيد اكيد. شو ابرز القرارات بتعتبري انك اخذتيها الى جانب روني معوض النائب يومها؟ بصراحه ما كنت اخذ قرارات، يعني هو كان ياخذ عني. لا تعرف روني كان ما يقبل ابدا انه انا بادر بكثير امور بدون ما، لانه محيط صغرته ما كان سهل. شو يعني؟ ولم يزل. يعني في كثير اشياء ممكن انا لاقيها طبيعيه كعايشه ببيروت وما كان يلاقوها طبيعيه. كيف رجع تغير الوضع معك اليوم؟ هل تغير وضع صغرتها او تغيرتي انت؟ يعني كيف قبلوك؟ شو بيقول المثل؟ ما تعلم ابنك الدهر بعلمه. لا الحقيقه مثلا انه انا حبيت شغل نساء، اعمل شغل اجتماعي بصغرتها. نعم. اعتبرت انه هيدا جزء من دوري الى جانب رني معوض، وكان في كثير انتقادات انه انا مرتي ليش بدها تشتغل، ما كانوا ابدا معودين بصغرتها انه المره تشتغل، انه انا معيشها ملكه، يعني اعتبروا انه هيدا اهانه للرجوليه انه المره بتشتغل وكانها بحاجه للشغل. نعم. كما ايضا اسست بال 69 جمعيه اسمها جمعيه المساعدات الاجتماعيه، وبعدها صحيح بعد في كثير نشاطات، وعملنا مستوصف، وكمان المستوصف مكان على ذوق الناس، انه كيف بدهم يجوا هن قدام كل الناس ويقولوا انه بحاجه لمساعده مستوصف. هيدا كنت عنيده فيها. الباقي لا، القرار كان لروني وانا كنت واكب القرار. بس ما اخذتي ولا قرار كسيده اولى بعد منا؟
اولا بال17 يوم اخذتي قرار تعتبريه او كنت دائما عفوا على التعبير ملحقة بالرئيس؟ لا تقلك شغلي. أولا أنا صمدت بالحرب بصغرتها بال75-76 وقت اللي اعتبرت أنه صغرتها بخطر بنهار يعني معين بقيت كنا كلنا سوا شي 20 شخص بقيوا بصغرتها. الناس فزعت وتركت بقيت وأصرت. نعم. وممكن هيدي يعتبروها منيحة بسجل بصغرتها. وكسيدة أولى 17 يوم لا ما بقدر أقول أني أخذت قرار حاسم. كان يعني كنت إلى جانب الرئيس معوض وبيعرفوا أصدقائه أنه رناه كان بيعرف شو بده وما كان يريدني أتدخل أبداً بالقطاع السياسي أبداً. أبداً؟ لا أنا كنت خبره. كيف يعني ما كان بده إياك تعطي السياسي؟ انه مثلا بستقبل مروان حمادة ما زالوا هون كيف كيف بس ما لي حق ادخل بحديث سياسي معه. لا رناه كان ما تنسى رناه بس هيدا ما عم يمحيكي كان وقتها؟ لا قبل ما نحن عم نحكي قبل نحن بالنيابه وبالرئاسه. تقول لك شغله رناه كان بالنيابه. لا انت عم تحكي كمان بالنيابه. لا تقول لك شغله رناه كان ابن المدرسه الشهبيه. نعم. والمدرسه الشهبيه كثير بتعطي بتلاقي حدود بين المسؤول هو طبعا انا بنقول له شو راي الناس طبعا بكثير من المواضيع بدون ما ندخل بس بالقرار السياسي اكيد اكيد انا ما كان لي دخل حتى بالنيابه. لا بل يعني اكيد لا. وين كنتي لما استشهد الرئيس معوض؟ كنت بالمقر المؤقت على رمة البيضاء وكان وقتها كان طالب مني رئيس معوض انه اعزم السفير الالماني لان كانت الدولة الالمانية واعدة الدولة اللبنانية بمساعدات قيمتها 6-7 مليون دويتش مارك على 9 سنين وهيدا وقتها ساعة على ساعة ساعة فيها الرئيس جميل وما عادوا دفعوا لنا اياها. اصبح قال لي بتقولي له انه من قبلي انه انا هالمصريات بدنا اياهم لموضوعين بدي اهدي للشعب اللبناني موضوع الكهرباء نو كومنت فينا نجددها؟ نو كومنت لا وراح اقول لك شغله مهمه يومتها قال لي بتقولي له لسعاده السفير انه اذا بيقبلوا هن يبلشوا لنا بشغل الكهرباء نحن كدوله ما بنهتم بشيء لان بعد مني انا واثق انه ما في فساد. يوم عندنا عرض ايراني هيك شو؟ بدك صراحه؟ هيدا بنرجع له بس لك لا عم تهرب منه لا ما بهرب منه انا ما بقدر اكون محل كل الراي العام. كيف الراي العام اللبناني بعده قبلان انه نحن اصبحنا بالقرن الالفين وبالسنه 2013 وبعدهم عم بيضحكوا علينا بقصه الكهرباء وبنسمع صفقات وبنسمع اصبح هيدي من المواضيع يلي بقولها دايما ما في رأي عام بلبنان ولولا في رأي عام في كتير اشياء منا مقبولة مش كرهة بالناس بس لازم يكون في مساءلة ومحاسبة accountability. ما حدا بيعمل لك محاسبة مش معقول. نعم. فتنا قبل ما انتقل لست منى الهراوي يعني شو كان القرار اللي اخذتيه وقتها وبلغتي باستشهاد الرئيس معوض؟ هل كان يعني اول عمليه كيف بدك تستوعبي غضب الناس؟ كيف تعاملتي مع حزن الاولاد، حزن العائله، حزن الناس؟ يعني كيف رجعت قدرتي لميتي لحظه الوجع؟ بتعرف كنت عم تحكي انه السيدات الاولى بقدر اقول لك شغله انه وقت اللي بيقولوا لي شو بيعني لك لقب السيدة الأولى بقول بالنسبة لأني لألي كان لقب مرتبط بالحزن مرتبط بالدم مرتبط بالاستشهاد مرتبط بقرار
كتير 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 صعبة بحياتي والاستشهاد رني معوض إجا بوقت أنا ما كنت محضرت له أبداً. وطبعاً أول لحظة كان في شغلتين لقلي. وقت اللي إجوا لعندي رئيس حسيني ورئيس الحص يلي كان تعين أنا ذاك رئيس مجلس وزراء، قلت لهم ما تبقوا معي. رني معوض كان يكره كتير الفراغ، روحوا اهتموا انتخبوا رئيس جديد ما تبقوا معي، أنا خلوني لوحدي. وحتى في شخصيات أجنبية تلفنت لي قلت لهم الدنيا ما رح توقف باستشهاد رني معوض، كملوا اهتمامكم بلبنان. وهيدي بقولها بكل صدق. كيف انزرتي بعد منا إلى منى الهراوي؟ كيف انزرتي بعد منا إلى منى الهراوي؟ بدي لا بعتقد هيدا شعور طبيعي. لا بدي أقول لك شغلة، شعور طبيعي إذا الواحد قاعد ومرتاح وعم بيفكر هيك. ما تنسى أنا كنت بمخاض طويل عريض، كنت بدي اهتم بالولاد، بدي لم العائلة السياسية، بدي عندي قضية رني عطى حياته لقضية. أنا كان دايما فزعي إنه يدفنوا الاسم والقضية مع الجسمين، وأكيد كان في كتير محاولات لهم. أصبح مع كتير يعني من الاحترام للست منى، وقتها أكيد ما فكرت فيها يعني صراحة. لا صراحة عم بحكي لتوغزين الست منى، عم كون كتير صريحة. بلحظتها ما فكرت إنه منى الهراوي ممكن تكون هي السيدة الأولى، بس إنه بعد منا ما يعني ما فكرت. عم بقول لك كان عندي تحديات طويلة عريضة صراحة. أنت عشت جزء من تحديات، أنت عارف قديش أنا تحربت. صحيح. والناس مفكرة إنه لقب السيدة الأولى بتخليك تنام على فرشة حرير، وإنه كل الناس رح ترفع لك هيدا، إنه مدام لابريزيدونت. وين مدام لابريزيدونت؟ مدام لابريزيدونت تحاربت من كل النواحي، ومدام لابريزيدونت واجهت تحدي طويل عريض بقلب صغرتها، رغم انه لاول مره بتاريخ صغرتها اذا بدك المعاونين القراب لرني معوض اجوا قالوا لي انت لازم تكمل المسيره، وقررت اني اكمل المسيره. لان كنت برجع بقول فزعانه انه يموت ويغتال مع رني معوض مشروع رني معوض، مشروع الطائف، مشروع المصالحة الوطنية، مشروع بناء الدولة. مشان هيك كل الباقي ما كان له كثير.